كان لي شرف زيارة الأبواب المفتوحة الرابعة لمديرية الأمن الوطني في يومها الأخير بمدينة فاس، وبالفعل انبهرت بمؤسسة أمنية ووطنية متكاملة اجتمعت بجميع مكوناتها لتمكن المواطن من الاطلاع على المجهودات والتطورات التي عرفها جهاز الأمن في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خصوصا بعد أن نادى بتطبيق المفهوم الجديد للسلطة وكانت استجابة سريعة. فخلال هذه الزيارة حظينا كمجتمع مدني باستقبال مميز من طرف أحد المسؤولين على جهاز المحافظة على التراب الوطني، تمكننا من خلاله معرفة الأجهزة المتطورة الخاصة بالمتابعة والمراقبة. كذلك كان لنا شرف اللقاء مع السيد والي الأمن بفاس لنتأكد بأن ما شاهدناه من حسن استقبال من أول شرطي بباب المعرض هو سلوك عام وليس خاص ينتشر بين جميع مكونات الأمن الوطني. فشكرا السيد الوالي المحترم، ومن خلالكم نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير والاحترام للسيد مدير إدارة الأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي الذي عرفت مؤسسة الأمن الوطني معه أبهى صور التميز، وطبعا استجابته لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كانت ميدانية وواضحة، خصوصا جانب تجديد المفهوم جديد للسلطة المرتبط بالحوار والتواصل والقرب. فلا غرابة إذن أن تكون الدورة الرابعة للأبواب المفتوحة ناجحة بكل المقاييس، سواء من ناحية عدد الزوار من مختلف المدن المغربية أو من خلال التنظيم المحكم والفقرات الاستعراضية التي شملت استعراض آخر أجهزة التكنولوجيا وفرق التدخل السريع والدراجين والخيالة. وأحسن استعراض عرفته الأبواب المفتوحة هو استعراض الجانب الإنساني والأخلاقي الذي جسدته مكونات الأمن برجالها ونسائها من خلال الابتسامة التي لم تفارقهم، ومن خلال تواصلهم الرائع مع الجميع بليونة وطيبوبة جعلت الصغار يفرحون قبل الكبار. في الأخير تتوجه جمعية العيون المفتوحة بالشكر الجزيل لأفراد جهاز مراقبة التراب الوطني على التوضيحات التي أمدون بها داخل رواقهم، والشكر للسيد والي الأمن فاس ومن خلالهم للسيد مدير إدارة الأمن الوطني السيد الحموشي، ودمتم جميعا في خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.